الدراك الملكي بزاف، وكنشكر الكوموندو اللي عادني وقال لي شوف والله تنجيبهم والحمد لله. باغي حق ولدك؟ انا باغي حق ولدي. باش كطالب انت؟ وكنطالب بحق اقصى عقوبه لهاد الناس هادو، والحمد لله راه قلبي الحمد لله واخا مريض عندي السكر والحمد لله راه بخير وعلى خير. عزيز باش شدوا افراد عصابه الشحيح. وارتحيت الحمد لله، والله انا ارتحيت من نفسي، وانا كنشكر هاد الكلينيك بزاف اللي تعاملوا معنا صراحه. ما كون بقى ولدي في ميريزكو كون بقى في 20 غش كون مات. شنو كيقول لك ولدك ملي كدوي معاه؟ الحمد لله كيهضر معايا شويه بخير وهذا بابا راني الحمد لله. وملي بغى يدخل العمليه قال لي بابا، قال لي بابا المسامحه. قلت له ولدي انا مسامحك بابا المسامحه، انا راه بحال فقت ما فقت راه غادي يلحق على امي. قلت له ولدي انا مسامحك، انا جالي اثنين بكيه الصراحه. قلت له انا مسامحك ولدي. قال لي بابا اسمح لي بزاف عذبتك وما حانت. قلت له انا مسامحك والحمد لله. كنشكر المغاربه بالدعوات ديالهم اللي دعاو معنا والحمد لله، اللهم لك الحمد. انت كتلقى تهديدات هاد الناس؟ هاد الناس هادو كنتلقى التهديدات. واحد عيط ليا من فرنسا قال لي وحق لا اله الا الله، قال لي خرجتوا علينا الله يخرج على بوكم بحالكم، خرجتوا علينا. اذا هادو معاهم من فرنسا كيعيط لي الرقم ديال فرنسا راه مقيدو عندي. قال لي خرجتوا علينا الله ينعلمكم الوالدين. ودابا تشوف امك ولدك، دابا ولدك دابا ندركوا على القراعي بحالكم ولدك دابا مازال ان شاء الله ندركو على القراعي. ولكن واش دار لهم؟ والو ما كاين حتى شي حاجه، ما عندوش شي حساب معاهم. ولدي مشى اياه الله يعفو. اول مره ولدي مشى معاهم. ولكن كنشوف انا الصحاب حشومه كاع صحابو، انا راه ما دايرين لولدي والو. هذيك الهربه اللي هربوا راه خصهم هما يبلغوا هذا الشيء اللي كاين. وانا كنشكر المغاربه بزاف اللي تعاطفوا معنا وتعاملوا معنا وتعاونوا معنا بالدعوات. قلتي للبوليس انه كتلقى تهديدات؟ لا باقي راه يلاه عيطوا لي، خصني غير رجال الدرك نمشي عندهم. ونعيط لي واحد من فرنسا وقال لي الله ياخذ في بوكم الحق، خرجتوا علينا. الله يامك ولدك تيبركوا على القراعي فرنسا، وعندي النمره وباقي خزنها بحالها حتى لهالدرجه كيعاود لي. والحمد لله حنا عندنا الثقه في المخزن ديالنا وعندنا الثقه في القانون الحمد لله. والله ينصر سيدنا، والله ينصر مولاي الحسن، والله ينصر الحموشي، والله ينصر حريمو. العصابه تقريبا شحال فيها من واحد؟ ما عارفين. هما راه 8 ولكن راه بزاف، هما بزاف بزاف، هما بزاف بزاف. واعتقلوهم ولا مازال؟ اعتقلوا منهم ما عرفتش شي ثلاثه ولا جوج رجال الدرك دايرين خدمتهم وسهروا معنا هنا الحمد لله. واه ولدي غيخرج وغتشوفوا الحاله ديالو. هاد ولدي دابا بقى مستدي معنا، خصني ندير الطواليط انا، خصني نهزو ما يخدم ما يردم. اليدين بجوج، الرجلين بجوج، والحمد لله انا كنباغي حقي، باغي حق ولدي. انا راه ما نتازلش على حق ولدي، ولو يعطوني 200 مليون ما باغيش، باغي القانون. انا باغي يتعذبوا هاد الناس هادو الحمد لله. اللهم لك الحمد، والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا. الحمد لله ملي الوليد فاقوا وهضروا والحمد لله وغادي يخرج من الكلينيك. كلهم مفرشخ، كله ما كاينش شي بلاصه اللي ما هيش مفرشخه. دابا الوليد زعما غترجع ليه؟ الحمد لله قال لينا الدار فيها الدم في الصباح، الله ياخذ فيهم الحق. وقالت لي اليوم اختي يمكن اليوم الصباح حركوا، الله ياخذ فيهم الحق. الحمد لله راه قال لنا الطبيب الا رجعت لي هذه اليديه راه معزيزه عبد الله، واش غنبغي نقول لهم؟ راه القانون معاه، قانوني غيتبع معاه. انتما باغيين حق ولدنا؟ معلوم بغينا حق ولدنا، لا حنا بغينا نساو حق ولدنا. مشي لينا ولدنا حنا ضحيه شاب عنده 26 سنه، باغيين حق ولدنا. قال لك سمحي لي يا عمتي، سمحوا لي انا هاد البليه خرجت عليا، وانا هاد البليه مشيت على قبل البليه باش نجيب البليه، وانا سقت مجرد مفصل. واش غيقول مسكين؟ عنده ما يقول تو باقي دري صغير وما عندوش عقل وعقله طايش، وطرقوا صحابو هما اللي داو مسكين تو ما عارف والو. شكون رجال الدرك؟ وكنشكر الكوماندور خويا الرقم ديالي ما بقيتش بغيت نعطيه هنا فتح التهديدات. واحد راه هددني من فرنسا اللي كتع حصه ب 200 درهم، وانا هذا السيد هذا خرج لي هذه العصابه هذه خرجت لي حلال الحياه ديال ولدي مشات لي، لا صحه لا جمال ديالو كلهم. و 180 حصه اللي غدير 180 كل وحده مع 200 درهم. والحمد لله حنا غنتعاون معاه، غنتعاون مع ولدي باي طريقه الحمد لله. انا ملي هزيتو من ميريزكو وجدتو هنايا والحمد لله داك الشيء راه خلصت كل شيء الحمد لله، اللهم لك الحمد. وانا كنشكر المغاربه بالدعوات الحمد لله، راه ما كاينش شي حاجه زعما الحمد لله بالدعوات ديالكم الله يكثر خيركم. وانا هذه الرساله كنوجهها للشباب، هذه البليه ولا هذا الشيء راه كتخرج عليكم اخو وليداتي. راه بصراحه شوفوا من العبره من ولدي، شوفوا ولدي دابا الحاله ديالو كي دايره. نوصيكم الشباب لونطريمون والقصه، حنا زياده 70 الحمد لله، وانا داير حديثه كنت كنسوق الكار
انا كل حديد والحمد لله 20 سنه انا كنت خدام كندير القنيطره الدار البيضاء بالكار 4 مرات في النهار ودرت حادثه انا كنت تقريبا شي امونس وانا عندي الحديد باقي في رجليا كنت كنسوق الكار انا ما خليت حتى شي جهه خدمت كريسون والحمد لله ما كاين لا بليا لا والو الحمد لله بالحلال الحمد لله وما كاينش حتى بليا لا والو الحمد لله اللهم لك الحمد والحمد لله كنطلب من الشباب هاد البلية راه ما خداماش ليكم لا الدريات راه لا اله الا الله راه الصراحه زعما داكشي اللي كنشوف كيقولوا لك مكرفسين كيمشيو ياخذوا من عندهم هاد البوف هاد الغبره والتخربيق وهذا راه ما خدامش لكم ولدي هادشي راه ما خدام لكم احنا ما كناش عارفين بالنسبه لهاد البوفه هذه هي الغبره الممسخه قال لك كيقولوا لها هما عافاك ولدك ما كانش عارف راسو يعني غيتعرض بحال هذا وولدي الحمد لله ملي كنقول لهم قال لك بابا انا سمح لي انا سمح لي بزاف والمسامحه قال لي ندمت قال لي كاع حتى مشيت مع هاد الصحاب ما صحاب ما والو هاد الصحاب قال لك مشاو خلاوني كنتقتل وهربوا وقال لك واحد الوقت حق الله العظيم اللي كيعاود هو قال لك واحد الوقت عطاوني هما هذيك العصابه التليفون قال لي عيط وعيطت قال لك التليفون ديالي عند واحد من صحابي عنده التليفون ديالي وقال لك وعيطت ليه وقلت لهم اخويا راه يديك تقطع ورجعوا شوفوا لي قال لي كيتسنتوا ما رجعوش وطفاو وسكتوا التليفون وانا التليفون ما جاوبوني حتى الخمسة وربع قلت عاد جاوبني واحد قال لي عمي ولدك راه مشدود قلت له ولدي راه في السبيطار وقال لي الله يدير لي تاوين هذا الشيء اللي سمعت منه صراحه هاد الناس هادو راه القلب ديالي راه لا اله الا الله راه الحمد لله اللهم لك الحمد وشكرا للمغاربه وشكرا لرجال الدرك وشكرا مشكورين رجال الدرك بزاف وصراحه راه خدموا معنا والله يكثر خيركم وكاين القانون الحمد لله في البلاد راه كاين القانون يا ولدي دابا راه عاهه مستديمه عاهه ما يخدم ما يردم انا خصني نبقى مقابلو عطرة ويد دابا 180 حصه 180 شحال خصك ليها راه 4 مليون وما يزيد والحمد لله وكنشكر المغاربه بزاف الله يجازيكم بخير شكرا بزاف بغينا يكون حسني عبره الحمد لله بغينا حسني ولدي يكون عبره لوحدين اخرين ومازال وحدين اخرين غيخرجوا باللايفات بلا تما كانوا مكرفسين عليهم هذه العصابه هذه يلا